بقولك ايه، انا مش فاهمك ازاي ترفض النطرة الجامدة بتاعت انور باشا مع انك حالتك شبه غدف وغراب على امك. غدف من قال اني شبه حد؟ لا انا شبهكم ولا انتم شبهي. المساجين واحد شبه بعض، كلنا بنسترجى سك اي سك عشان تعدي بينا الايام اللي احنا فيها. وانور الزيات عالي، سكته مريحه، عنده رجاله تسد عين الشمس. انت بتلك فيهم الصبح وعاوز مني ايه؟ شويه توزع عليها هب وشويه تقول لي انور الزيات. انت شغل نفسك بيا ليه؟ ما سقطتني من دماغك. يا ريت كان ينفع، كنت ارتحت اكتر منك. انور الزيات لما يعوز حاجه تبقى حصلت. وانت ايه اللي شاغلك؟ شاغل بالك ليه يحصل ولا ما يحصلش؟ مش هجاوبك دلوقتي. كل اللي انا متاكد منه انك هتقرفني. ركبت قطر انور الزيات ولا ما ركبتوش؟ لا اطمن، انا لا قاعد لك ولا قاعد للزيات بتاعك ده. انا ماشي من هنا على الله ومش هكمل. عملت كله كده؟ كل حاجة تمام؟ خلاص حملنا كل حاجة. طب يلا ولا ايه؟ يلا. يلا بينا يا نجم. طارود بيقول ايه؟ ولا حاجة، بس ايه؟